سيد كاتب عام بالنيابة، السيد العزيز عاصم رئيس قسم العمل الاجتماعي في الازهلال، السيد رئيس دائرة لدائرة فولاد، السيد رئيس جامعة الجامعة العياد بالنيابة السيد مشايب خرجي. السيد لا بأس بأن أحيي الحضور الكريم وأرى أمامي مجموعة من الوجوه التي تحملت مسؤولية السفر من أجل المساهمة معنا مثل هذا النشاط. وأذكر بالذكر الأخ الأستاذ علاء البصراوي، ليلى الخياطيل، والحاضرين اللي جاونا من جميع الجامعات المجاورة. باسمكم جميعا، باسم جميع تيفون، نرحب بكم وأتمنى لكم مقاما مطابق لهذا اللقاء. إن مشاركة النساء في الحياة السياسية أصبحت تستأثر باهتمام الجميع من كل الفاعلين على المستوى الوطني والمحلي، بحيث تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشر حقيقي على تقدم وتحضر المجتمع. لذلك واجب علينا ضمان تواجدها في العملية السياسية للمجتمع عن طريق تطوير مشاركتها في الأحزاب السياسية، وكذا ضمان فعاليتها في المجتمع المدني بغية رفع جميع العوائق التي تحول دون مشاركتهن السياسية والمدنية الفعالة. لقد أقر المغرب الحقوق السياسية للنساء كحق في الانتخاب والترشيح وولوج المناصب العليا، حيث أثبت الدستور 1962 على تضمين تلك الحقوق للرجال والنساء دون تمييز. وبعد سنوات طوال استمرت فعالية النساء حالة الحركة النسائية مطالبة بتطوير حقوقهن في اتجاه تعزيز المناصفة والمساواة بين الجنسين، إلى حين إقرار دستور 2011 على تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة في بالحقوق والحريات المدنية والسياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والبيئية. هكذا وقد شجرت مشاركة النساء عموما تطورا تصاعديا، حيث تحسن موقع النساء على المستوى الهيئة التشريعية، إذ وصل عدد النائبات البرلمانيات 35 نائبة، 30 نائبة اللائحة الوطنية و5 اللوائح المحلية مستوى 2000 انتخابات 2007. وانتقل العدد بعد ذلك إلى في انتخابات 2011 إلى 60 نائبة ضمن اللائحة الوطنية، ذلك في إطار التمييز الإيجابي للنساء بالإضافة للترشيحات على مستوى اللوائح المحلية. أما على المستوى المحلي فقد أقر الميثاق الجامعي لـ 2009 لأول مرة بإحداث لوائح انتخابية إضافية في كل الجامعات القروية والمقاطعات على مستوى المدن لضمان الحد الأدنى في الحضور النسوي في التسيير الجامعي. وبعد ذلك تم تعزيز مشاركة النساء في الشأن المحلي بعد إدخال بعض التعديلات على الميثاق الجامعي 2009، من خلاله إلزام المجالس المنتخبة إدماج ومقاربة النوع والمقاربة التشاربية، وكذا إحداث لجان المساواة وتكافؤ الفرص. وانطلاقا مما سبق ذكره، فإن الدستور الجديد والتدابير المتخذة في السنوات الأخيرة ساهمت في ارتفاع حجم المشاركة النسائية السياسية للنساء التي لم ترقى بعد إلى حد المناصفة، لأنه لم يعد الحديث عن تفعيل المشاركة السياسية للمرأة طرفا أو بحثا عن الحقوق، وإنما هو ضرورة ملحة باتة من الضروري أن تحظى بالأولوية، بحيث بأن مشاركة المرأة تعني مساهمتها في صنع القرار السياسي بغية تحقيق تنمية شاملة تدمج كل الطاقات التي تسخر بها بلادنا والتي هي إما معطلة أو مهمشة. وختاما، فإن مسألة المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي لا زال تشوبه مجموعة من العوائق. الأولى منها انتشار العقلية الذكورية التي لا زالت تطفي بدلالها على الفكر السياسي وخاصة على المستوى القروي والشبه القروي، بالإضافة إلى التكوين لدى الهيئة المنتخبة ذكورا وإناثا بغية تملك كل قوانين جاري بها العمل على مستوى الجامعات الترابية. لذا وجب علينا العمل على مواجهة هذه العوائق من خلال الحملات التحسيسية التي تروم إلى الإقرار بأن المرأة نصف المجتمع وفي نفس الوقت حاضنة للنصف الآخر. أما على مستوى التكوين فإننا في جمعية تيفاوين عملنا جاهدين على تقوية قدرات الفاعلين المدنيين والمنتخبين من خلال مجموعة من المشاريع. الأولى منها مشروع دعم الحكامة المحلية لفائدة الفاعلين المدنيين والمنتخبين،
2016 بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبالمناسبة أحيي الإخوان ونشكرهم على المساهمة ديالنا الجادة دائما في قسم العمل الاجتماعي. المشروع الثاني تقوية قدرات أعضاء الهيئة المساواة وتكافؤ الفرص محليا وإقليميا بشراكة بطبيعة الحال بشكل آخر مع المبادرة التنمية البشرية. وفي الأخير أتمنى للقائنا هذا النجاح من خلال مساهمتكم الفعالة من خلال إغناء النقاش. ولا تفوتني الفرصة لأن أرحب بكل الحاضرين مجددا وعلى رأسهم الكاتب العام للجامعة الكاتب العام للعمالة. ولا تفوتني الفرصة لأن أحيي الإخوان في السلطة المحلية والإخوان في الجامعة المحلية الجامعة القروية اللي أعطونا هذا المكان الجميل من أجل أن ندوز هذا اللقاء هذا بكل أريحية. وكذا أحيي كل المساهمين معنا والوافدين على من الجامعات المجاورة أفورة تيموليد وسيدي حمادي. كما أحيي كل الحاضرين من الفعاليات المدنية والجمعوية الحاضرة معنا وتحية وشكرا.